ولمزيد من التفاصيل حول مهرجان العالمين ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصرية محمود جميل. محمود، يعني بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. نعم، أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، أهلا بكم في العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة. الأجواء هنا كلها حماسية وكلها استعداد على أتم يعني وجه لبدء انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة. احنا دلوقتي موجودين في المنطقة اللي هتشهد انطلاق أولى الفعاليات اليوم. اليوم سيكون هو اليوم الأول للمهرجان، وبالفعل يعني بدأت أو انتهت كل الاستعدادات الخاصة في هذه المنطقة على أحد الشواطئ في مدينة العالمين الجديدة لتستقبل أول بطولة وأول فعالية اليوم، وهي فعالية التيك بول، وهي يعني لعبة مزيج من كرة القدم والبينج بونج. فبالتالي كل اللاعبين استعدوا لخوض هذه البطولة. نتحدث عن 32 فريق مشارك في هذه اللعبة، وبحضور بطلة العالم في هذه اللعبة ناتالي، النجمة أو اللاعبة البرازيلية، والتي وصلت إلى مدينة العالمين الجديدة لتشارك اللاعبين في هذه البطولة. نحن الآن نقف أيضا في أحد المدرجات الخاصة والتي يعني تم تجهيزها بما يقرب من 2000 مقعد لتسع عدد كبير من الجمهور الزائر لهذه البطولة. وبالتالي بدأ اللاعبون في التوافد على هذه المنطقة، وأيضا الاستعدادات من قبل الشركات المنظمة، واستعدادات على أكمل وجه لبدء هذه الفعالية بعد قليل. ويعني ربما تشاهدون أيضا من خلفي كل الاستعدادات في هذه المنطقة التي ستشهد اليوم التيك بول. وأيضا في نهاية هذا اليوم سيكون هناك عدد من الشاشات الموجودة التي ستبث على الهواء مباشرة مباراة القمة بين نادي الأهلي والزمالك، ليشاهدها كل الزوار الموجودين في مدينة العالمين الجديدة. هذا بالإضافة إلى كل المناطق الأخرى التي ستشهد عدد كبير من الفعاليات، لكن هذه المنطقة تحديدا ستشهد الفعاليات على مدار 3 أيام بدءا من اليوم وأيضا الجمعة والسبت. غدا سيكون هناك تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من نجوم اللعبة، نجوم كرة القدم في مصر. أما هذا المكان انتهى من كل الاستعدادات، وبعد قليل سيستقبل الجمهور وسيستقبل أيضا عدد من اللاعبين في الفرق الأخرى لبدء هذه البطولة بمشاركة اللاعبة ناتالي. أيضا على الجانب الآخر، مدينة العالمين الجديدة التي انتهت من كل الاستعدادات فيما يتعلق بالممشى السياحي الذي سيكون أيضا وسيشهد عدد من الفعاليات الخاصة بالرقصات التراثية، وأيضا ومشاركة بعض الفرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة ستكون موجودة على هذا الشاطئ وهذا الممشى الذي يبلغ بطول 14 كيلو مترا. وأيضا مدينة الفنون التي ستشهد عدد من الفعاليات الثقافية أيضا التي بها عدد كبير من القاعات والمسارح أيضا المزودة بأحدث التقنيات. نتحدث عن أن مدينة العالمين تحولت الآن إلى مدينة على رأس كل المدن العالمية السياحية بكل هذه الأجواء موجودة. بالمناسبة أيضا اليوم حالة الطقس رائعة في مدينة العالمين، وربما أيضا مع الأوقات القادمة والساعات القادمة سيشهد عدد كبير، هذه المنطقة ستشهد عدد كبير من الجمهور والحضور في هذه المنطقة لمتابعة إذا كانت البطولة التيك بول أو حتى بعض الفعاليات الأخرى التي ستكون على نهاية هذا اليوم. فبالتالي هنا يعني هناك أجواء من الفرحة وأجواء أيضا من الفخر يعني لنا كمصريين بأن تحولت هذه المنطقة التي كانت صحراء جرداء إلى مدينة سياحية كبرى تستقبل مليون زائر خلال هذه الدورة الأولى من مهرجان العالمين. الجميع هنا متحمس، الجميع هنا ينتظر انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين. نتحدث أيضا عن حتى شوارع العالمين تزينت وتلألأت أيضا لاستقبال كل زوارها من الوطن العربي ومن العالم. ونتحدث على أنها يعني ستكون الوجهة السياحية الأهم خلال هذه الفترة، تحديدا خلال فترة المهرجان التي ستبدأ من اليوم
وحتى السادس والعشرين نعم. من أغسطس القادم حسناً. وأيضا خلال الأيام القادمة والسنين القادمة ستكون مدينة العالمين الجديدة من أهم المدن السياحية. نتحدث على أن هذا الشاطئ أو هذه المنطقة التي نتواجد بها حولها العديد من الأبراج، يعني تعلمون أن مدينة العالمين الجديدة بها ما يقرب من 15 برجا، بكل برج يعني ارتفاع 100 متر عن سطح نعم. البحر. ونتحدث أيضا على وجود مدينة العالمين الجديدة على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، فمزيج من التحفة نعم. المعمارية على التحفة الساحلية، الشواطئ وجمال الشواطئ هنا في مدينة العالمين الجديدة. كل هذه المزايا تميز مدينة العالمين الجديدة وتضعها على خارطة المدن السياحية الكبيرة. شكرا جزيلا لك على هذا العرض المفصل.